بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل كلامنا على الاستاتيستكس. احنا في اول محاضرة اتكلمنا على الهدف او المين اوبجكتيف من الاستاتيستكس، ان احنا عندنا مجموعة من الميثودز والطرق الاحصائية اللي احنا بنحاول نطبقها على داتا مستخلصة من سامبل، وهدفنا في الاخر في العلم ده اننا النتائج اللي بتطلع لنا تبقى قابلة للتعميم، يعني نقدر نعتبرها نتائج قواعد نقدر نستخدمها بعد كده في الـ decisions اللي بناخدها وفهمنا للـ population الأصلي الـ sample دي متجمعة منه. فإحنا في الأصل كان نفسنا إننا نعمل الحسابات دي على كل الـ members بتاعة الـ population بتاعنا زي ما اتعلمنا في المحاضرة اللي فاتت، لكن practically ده ما بيكونش متاح في معظم الأوقات غالبا، لأن الـ population size بيكون كبير وبيبقى الوقت اللي احنا محتاجينه والمجهود والفلوس والكوست علشان نكولكت داتا من كل ممبر في البوبوليشن بتبقى فوق احتمالنا يعني. وبالتالي احنا بنضطر اننا نجمع السامبل ونحسب الاستاتستكس بتاعتنا، القيم المهمة اللي بتجاوب على الأسئلة اللي احنا عايزين ندرس البوبوليشن دي عشانها. وفي الآخر احنا الاستاتستكس اللي طلعت ديت بناخدها كاستيميت estimators للبارامترز اللي احنا نفسنا نعرفها عن البوبوليشن. ف علشان نحقق الهدف من الاستاتستكس في اي ستادي بنعملها، وعلشان تبقى الريزلتس اللي جايه لنا نقدر نفهم بيها البوبوليشن بتاعنا ونبتدي اننا نبني عليها شغل بعد كده، فاحنا محتاجين نبقى حريصين واحنا بنخطط للاكسبيرمنتس او الاستاديز بتاعتنا اللي بنجمع بيها داتا او سامبل داتا، وبعد كده تبقى انبوت للستاتستيكال ميثودز. محتاجين ان الطريقه اللي السامبل داتا بتتجمع بيها تبقى ابروبريت، وقلنا الكلام ده المره اللي فاتت. هدفنا ان السامبل قدر الامكان تبقى صوره معبره بنفس الديستريبيوشن بنفس السمات بتاعه البوبوليشن. فلو السامبل معبرة عن البوبوليشن هيبقى كل القصة اللي احنا شرحناها المحاضرة اللي فاتت وفي السلايد ديت مقبولة. لو ما كانتش السامبل معبرة عن البوبوليشن فاحنا هنا هنبقى في خطورة، اننا جمعنا داتا ودخلناها على statistical method وطلعت نتائج، فالنتائج دي هي نتائج بس ممكن لو احنا مش واخدين بالنا ان السامبل فيه مشكلة نقدر نطلع النتائج دي ونعلنها واحنا ننخدع بيها، والناس اللي بتتعامل مع الريزلتس اللي احنا اعلناها ديت برضو تنخدع بيها. فمبدئيا احنا بس فرقنا في السلايد اللي فاتت بين observational study و experiment، وهم دول السورسز اوف داتا اللي بنستخلص بنجمع بيهم اي داتا بندخلها لاي study. يا اما احنا الداتا دي جمعناها observational study، يعني ما احنا مجرد بنقيس حاجات عن السامبل سبجكتس بتاعت البوبوليشن او السامبل اللي احنا اخترناه ده، اخترنا شويه ناس مثلا من البوبوليشن اللي احنا مهتمين بيه وقسنا شويه حاجات او عملنا ميجرمنتس او عملنا كاونتنج او يعني جمعنا داتا من سام سبجكتس من البوبوليشن او سام سامبل اوف ذا بوبوليشن بتاعنا من غير ما نغير حاجه في السبجكتس دولت، مجرد قسنا قيم وحطيناها وبقت هي دي الداتا بتاعتنا اللي احنا بعد كده عايزين ندخلها للاستاتستيكال ميثود. لكن بيبقى احيانا احنا عايزين، يعني ده في معظم بقى الساينتفك ريسيرش، بنبقى مثلا عندنا حاجه عايزين ندرس تاثيرها على السبجكتس دول. لو فرضنا ان احنا عندنا سام تريتمنت، يعني لو احنا مثلا فعلا مهتمين بالبوبوليشن بتاعنا هو مرضى لمرض معين، وفي ناس في منشأة في مؤسسة طبية يعني بيقترحوا علاج جديد للمرض ده. طيب هنعمل ايه؟ هناخد سامبل من الناس المرضى دولت بنفس المرض ده وهنبدأ نأبلاي الدواء الجديد او العلاج الجديد المقترح عليهم، وبعدين نشوف تأثير العلاج ده على السبجكتس ديت. فهنجمع داتا بعد ما الاكسبيرمنت دي تتم، الداتا ديت هتبين لنا هل في علاقة إيجابية أو سلبية أو مفيش تأثير للتريتمنت ده على السبجكت.
ففي حالة الاكسبيرمنت احنا السبجكتس اللي اخترناهم في السامبل بتاعتنا غيرنا فيهم، في موديفيكيشن بيحصل فيهم، لكن في الاوبزرفيشنال ستادي احنا سبناهم زي ما هم من غير ما نأثر عليهم بحاجة، بس قسنا قيم، قسنا شوية داتا values استخلصناها منهم، وبعد كده بقت هي دي الداتا اللي معانا اللي احنا هندخلها للستاتيستيكال ميثود. طيب فاحنا حريصين، وهو المؤلف مركز قوي في اول شابتر على موضوع الكريتيكال ثينكينج، يعني في خطورة اننا نستخدم الستاتيستيكال ميثودز ديت ك زي طريقة رياضية، مجرد ان احنا خطوات، كل خطوة بنحسب شوية حسابات وبندخل شوية داتا في معادلات فبيطلع لي في الاخر ريزلت. مثال لو انا بحسب المتوسط بتاع شوية ارقام، فهو يعني من وجهة نظر الاستاتيستيكال ميثود هو عملية فيها خطوات محددة، ان انا بجيب الداتا فاليوز دي بجمعها كلها، وفي الخطوة الاخيرة بقسم مجموع القيم على عددهم فبيطلع لي رقم، في ريزلت هنا، في بروسيس تمت، في خطوات ستيبس محددة ومفهومة وليها معنى، بس انا في الاخر الريزلت اللي طلع ده اللي هو متوسط الارقام يا اما اقبله يا اما ما اقبلوش. بيزد على ايه؟ بيزد على يا ترى الارقام اللي دخلت فعلا واتجمعت واتقسمت على عددها ديت كانت فعلا بتمثل القيم الداتا الصح بتاعت الاوبجكتس اللي انا مهتم بيها، وهل لو هي فعلا قيم مستخلصة من السامبل، هل التوزيعة بتاعت القيم ديت معبرة عن اللارجر بوبوليشن اللي السامبل ده متاخد منه ولا لا؟ يعني احنا ممكن نحسب ماشي بأي statistical method شوية قيم، بس هل القيم دي good estimators بتجاوب على أسئلتنا عن البوبوليشن الأكبر ولا هي مش مفيدة؟ فهنا القصة ان احيانا احنا ممكن نستخدم الاستاتيستيكس، نتعلم الطريقة والمعادلات والخطوات ونكتب كود وكل حاجة مفيش مشاكل، بس ما بنبقاش حريصين ان احنا نتأكد من جودة الداتا اللي داخلة كانبوت للاستاتيستيكال ميثود دي، فيطلع النتائج واحنا نبقى فاكرين ان احنا طلعنا نتائج وما تكونش ده النتائج دي مفيدة بأي حاجة. الحاجة التانية ان احنا ممكن يعرض علينا results من ابحاث ناس تانية عاملاها، فاحنا مش مفروض نقبلها كده كشيء مسلم بيه، لازم نستخدم critical thinking او التفكير الانتقادي ده او النقدي، علشان في اي تقييم results جاية من statistical analysis لsome data تمثل sample لsome population نسأل نفسنا شوية أسئلة كده ونفكر بطريقة ما، بحيث أننا نقرر في الآخر هنقبل الريزلتس ديت وهل النتائج ديت مفيدة لنا ونقدر نعمل لها جنراليزيشن ولا لا. فهنا بيقول وبيأكد يعني كذا مرة أن احنا التفكير وترجمة وفهم الداتا اللي دخللنا ديت والظروف الكاركترستيكس بتاعتها أكثر أهمية من أننا نقعد نحفظ طرق أو خطوات أو ستيبس أو معادلات. مهم طبعاً أن احنا نعرف الطرق المختلفة وكل واحدة نستخدمها إمتى وإزاي وكده، وده طبعاً هو معظم الشباتر في أي كتاب statistics أو في أي كورس statistics هيبقى عمال يدينا ميثودز جديدة أو يشرح لنا الميثودز ديت وامتى بنستخدمها ونستخدمها ازاي ونحسبها ازاي، وبنقعد نشوف نكتب لها كود او نشوف برامج جاهزه بتحسب لنا الحسابات ديت عشان نقدر اننا نعمل بيها شغل مفيد. لكن مهم اننا نتاكد بس ان الداتا بتاعتنا كويسه او جاهزه او مقبوله او appropriately collected علشان الخطوات او الميثودز ديت تبقى فعالة لينا وتقدر تحللنا مشاكلنا. وهو هنا بيفاجئنا ان ناس كتير، ناس يعني ليهم وزنهم
ومن زمان جدا من القرن ال19. هنلاحظ هنا ان ايه، ان عندنا ديزري ده كان رئيس وزراء بريطانيا في القرن ال19، يمكن في الفترة اللي قبل ما يحصل مثلا احتلال بريطانيا لمصر، يعني في 1800 مثلا حاجة و70، يعني من وقت طويل، قصدي يعني حوالي 150 سنة او اكتر. ومشهور عنه الجملة دي، ان هو بيعتبر الاستاتستكس نوع من انواع الكذب، يعني three kinds of lies، وحط الاستاتستكس مع اللايز. عندنا مارك توين برضو، هو في نفس التوقيت أديب أمريكي مشهور معروف عنه أو بينقل عنه الكود ده، إن الفيجرز الأرقام ما بتكذبش، لكن الناس اللي عايزة تكذب بتقدر تحط الأرقام دي، يعني تستفيد من الأرقام في إنها تثبت كذبة معينة أو تخدع الناس اللي بتسمعهم علشان تثبت معلومة غير صحيحة. عندنا هنا لانج، اللي هو من علماء الهيستوري، يعني ناس ليهم برضو وزنهم، مشهور عنه مقولة اللي هي الرسمة دي بتوريها لنا، إن ممكن حد يستخدم الإحصاء أو الاستاتيستكس والنتائج بتاعتها يعرضها على الناس، زي ما واحد كده يعني شارب خمر كده وفي غير وعيه بيستخدم أعمدة النور ديت أو اللام بوست، بدل ما هي بيستخدمها عشان تنور له الطريق وهو ماشي بالليل مثلا، لا هو بيستخدمها علشان يسند عليها، لأن هو خارج يعني مش في حالة اتزان. فكأن كده ممكن واحد يكون بيحاول يسابورت سام ارجيومنت ما عندوش اثبات ليها، او هي مش صحيحه اصلا، حاجه مش صحيحه، فعلشان حاجه تدعمه يعني يبتدي ان هو يستخدم الاستاتستكس بطريقه خادعه، فيبقى معاه كده حاجه بتدعم كلامه اللي هو مش موزون، فيبقى هنا استخدم الاستاتستكس لسبب مش صحيح، لغرض في شر أو في نية الخداع. استكمالا للكلام ده برضو، في أقوال مشهورة إن الاستاتستكس can be used to support anything especially statisticians، يعني اتهام للناس اللي هي في الفيلد ده المتخصصين في الإحصاء، إن هم في الآخر الإحصاء ديت حاجة علشان ياكلوا بيها عيش، يعني مش علشان تحل مشكلات العلم. عندنا برضو كلام بيقول في نوعين من الاستاتستكس، the kind you look up and the kind you make up. you make up يعني قصده ان في فبركة كتير، طبعا ناس كتير لما بنديها حاجة نتائج لدراسات إحصائية، نتيجة ان حاجات كتير شاف أمثلة كتير لنتائج مش صحيحة او مش متوقع انها تكون سليمة، فبيبتدي، ولأن طبعا ناس كتير فعلا بتعمل كده، إن ممكن حاجة تبقى متفبركة أصلا أو معروضة بشكل غير الواقع علشان توصل للناس معلومة معينة أو شكل معين أو فكرة معينة ما تكونش في الواقع بنفس الشكل اللي هي اتعرضت بيه. هنا دي من الجمل اللي هي لطيفة شوية أو اللي هي فاني، ان بيقول هنا 58.6%، يعني هنا حاططها بشكل very accurate number، حاجة 0.6% of all statistics are made up on the spot. يعني هنا هو بشكل كوميدي كده بيسخر من الاستاتستكس بانه اخترع اي كلام كده هنا برضو، يعني اي نسبة، زي ما انت ممكن حد يكون عايز يقنع الناس بحاجة معينة فيبدأ يحط ارقام، وبيبقى صعب جدا إثبات صحة الأرقام ديت، هل هي فعلا أرقام معبرة عن الواقع أو اتجمعت أو اتحسبت بشكل له معنى، ولا حد ضرب الرقم كده وخلاص. فهو هنا قام عمل نفس اللي الاستاتيستيشنز، حسب طبعا مش معروف مين صاحب المقولة ديت، لكن هو قال هنا أهو 58.6% made up on the spot، زي ما هو في أثناء ما الـ unknown person ده قال الجملة ديت،
he made up this number وابتدى ان هو ايه يهاجم بيه الاستاتستكس، ان احنا ناخد بالنا يعني واحنا بنتعامل مع الاستاتستكس. طيب هل احنا ومؤلف الكتاب مقتنعين ان الاستاتستكس حاجة وحشة زي ما المقولات اللي احنا جمعناها ديت بتقول؟ لا، هو الهدف منه في الشابتر الاولاني ان هو ينمي عندنا ان احنا نقدر اننا نميز بين الريزلتس بتاعت الاستاديز اللي اشتغلت بشكل سليم بخطوات سليمة والداتا اتجمعت بشكل صحيح السامبل، وبين الحاجات اللي هي فيها اخطاء. هي عموما الاستاتستيكال ميثودز ممكن يساء استخدامها طبعا علشان تخدع الناس. النتائج بتاعت الاستاتستيكال ميثودز اللي مش سليمة مش شرط تكون ناتجة عن ايفل انتنت، يعني مش ان هو شخص قاصد ان هو يستخدم الاستاتستيكس عشان يعرض نتائج خاطئة على انها حقائق. ده طبعا الايفل انتنت بيحصل اكتر في الايه في المجالات الاجتماعية والسياسة والحاجات ديت، ان الحكومات مثلا بتحاول تعرض نتائج لشعوبها مش مظبوطة، فبتلعب بالارقام وبتحط رسومات وحاجات علشان تبين ان الدنيا بتتحسن وهي في الواقع ممكن ما تكونش. لكن اللي يهمنا احنا كمهندسين ان احنا واحنا بنستخدم الاستاتستكس في شغلنا ما نقعش في النوع التاني ده اللي هو الانينتنشنال ايرورز، او الاخطاء اللي هي اصلا احنا مش ما كانش في نيتنا ان احنا نستخدم الاستاتستكس بشكل خاطئ. احنا في نيتنا ان احنا نستخدم الاستاتستيكال ميثودز ديت علشان تفيدنا احنا في شغلنا، خصوصا ان دلوقتي احنا عايزين مثلا الناس كلها بتشتغل في الداتا ساينس والماشين ليرنينج والكلام ده، فاحنا فعلا بيبقى ده ستيب مهمة في سيستمز كتير سمارت سيستمز، ان انا اعمل some calculations او اشغل اران some code معتمد على حاجة من الموثودز بتاعت الاستاتستكس. فيهمنا ان احنا الخطوة دي تتم صح عشان السيستم يبقى باين قدام الناس ان هو شغال صح. يعني المسألة مش مجرد عرض حاجات للناس تشوفها بعينها أو وتقتنع او ما تقتنعش بيها، لا، احنا بالنسبة لنا هو في البروسيس بتاعتنا في السيستمز بتاعتنا كناس بتوع كمبيوتر بيبقى الاستاتستيكال اناليسيس ده خطوة او جزء من سب سيستم في سيستم اعظم. فلو هو اصلا طلع نتائج ملهاش معنى نتيجة الاخطاء بتاعت اللي هي غالبا ان احنا ممكن تبقى الميثود صح بس الداتا اللي احنا معتمدين عليها ما اتعمل لهاش البريباريشن كويس او ما اتجمعتش بشكل مظبوط علشان يبقى تطبيق الاستاتستيكال ميثود مظبوط. فيبقى هو بس تركيزنا هنا ان احنا لما نتعامل مع ستاتستيكال سام ستاتستيكال اناليسز او ستادي مطلع لنا ريزلتس نبقى قادرين اننا نفكر ونحلل ونقرر هل الريزلتس ديت مقبولة ولا مضروبة، وبناء على كده نقدر اننا نستفيد من الكويس ونتجنب اننا نبني حاجات على النتائج الخاطئة. فهنعرض شوية examples دلوقتي للحاجات اللي احنا عايزين نتجنبها دايما، سواء واحنا بنستخدم الاستاتستكس احنا نفسنا نبقى مصدر الاستاتستيكال ستادي ديت والريزلتس، او احنا بنقيم حاجات حد مثلا في برنامج تلفزيون قال لك ان حاجة معينة ممكن تقلل خطورة الإصابة بالمرض الفلاني بنسبة كذا. طب ما هي دي أصلا اتعملت إزاي؟ دي ستادي تمت، يقول مثلا باحثين في جامعة هارفارد يكتشفون أن الأكل الفلاني مثلا يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة كذا. فدي كلها بتبقى نتائج، هل أنا أخدها أنا كشخص بقى قارئ أو مستمع أو متلقي للريزلتس ديت، هل أخدها وأعيش بيها وابتدي ان انا اخليها تؤثر في حياتي يعني كانها قوانين بتحكم بتمثل حاجه حقيقيه اقدر ان انا استفيد منها ولا لا؟ فهنا ده اول مثال انتشر شويه من فتره كده قصيره على السوشيال ميديا، الرسمه دي اللي بتتوقع ان متوسط مرتبات حديث التخرج مكتوب هنا طبقا لاحصائيات 2021، فحاطط هنا كأن دول ناس حديث التخرج في بلدنا يعني، وان ايه ان خريج الطب في المتوسط بياخد 9000 والصيدلة 5000 وطب الاسنان 10000.
فأرقام طبعا الناس هنا طبعا هنلاحظ ان مفيش مصدر حقيقي، يعني دي رسمة كده. فدي كده مثال صارخ لعرض داتا كأنها نتائج ستاديز، وهي في الآخر مش هتطلع ناتجة من حاجة لها معنى يعني. فده كده فبركة، علشان كده رسمة زي كده كان واضح على الإيه، على تعليقات الناس اللي شافتها على السوشيال ميديا والفيسبوك والكلام ده، إن هم مش متقبلينها. فالمؤدب منهم يقول طب إيه مصدر البيانات ديت أو الإحصائيات ديت، واللي مش مؤدب هو بدأ هجوم على طول وشتيمة وكده، إن إيه، إن الصورة ديت مستحيل تكون صحيحة. لكن إحنا كناس عايشين في بلد ما، إحنا نقدر نقول إن ظروف البلد أكيد الأرقام اللي موجودة في الرسمة ديت مش مظبوطة. لكن إحنا لو اتعرض علينا حاجة مش فاهمينها، مش فاهمين دقتها يعني، إحنا ما نقدرش يعني دي قادرين نحكم إن أكيد الناس مش بتاخد المبالغ دي وهي حديثة التخرج. طيب لو اتعرض عليا مثلا نتائج دراسات طبية أو اقتصادية أو حاجات أنا مش متخصص فيها، فمهم ان احنا نبقى حريصين ان احنا ما ننخدعش بسهولة بايه، باي ريزلتس معروضة لنا، من غير ما نرجع للايه، للسورسز بتاعتنا، ونشوف مدى مصداقية الجهات اللي عملت الدراسة ديت، وفين نشرت التفاصيل بتاعت الدراسة ديت، وهل هو مكان ذو مصداق يعني، في كده مراجعة حقيقية للخطوات اللي تمت ولا لا. يعني ما أسهل إن أي حد يحط أي نتائج وإيه ويقول للناس أهي، وما يكونش ليها أي أساس في الواقع يعني، مفيش أصلاً دراسة اتعملت، ده واحد قاعد ألف شوية أرقام ورسم رسمة كده وإيه وحطها على إن هي ناتجة من some statistical analysis أو statistical study. طيب إحنا مش هنعمل ده طبعاً، مش هنعمل حاجة زي كده، لكن ممكن إحنا نقع في شوية حاجات تانية، منها مثلاً الجرافس بتاعتنا وازاي هي بتعرض نتائج ممكن تكون صح. يعني لو بصينا في السلايد ديت او في الشكل اللي قدامنا، هو هنا بيقارن بين تقريبا بين متوسط الدخل او حاجه كده في ولايتين في امريكا، كاليفورنيا ونيفادا، وهم ولايتين جنب بعض في امريكا. فبيقول مثلا هنا المتوسط 32,000 دولار، وهنا المتوسط 30,000 دولار. طيب فهنا بيبين لنا الفرق ان كاليفورنيا احسن شوية من نيفادا. طيب ده كده الرسمة دي رسمة سليمة. لو بصينا للرسمة اللي جنبها ديت، هنلاقي ان لو قارنا هنلاقي برضو كاليفورنيا ونيفادا الارقام هي نفس الارقام 32,000 و30,000، ولكن الواضح في الرسمة التانية ديت ان كأن كاليفورنيا احسن بكتير جدا، يعني كأن الفارق بينهم كبير جدا، مع ان هو في الحياة الفرق بين 32,000 و30,000 مش رقم كبير. فهنا الصورة ديت مع ان الداتا سليمة، القيم مظبوطة والرسمة ما فيهاش اخطاء، لان هنا هو ابتدى هنا من 0 دولار، هنا ابتدى من اول 30,000، هي بداية الواي اكسس هنا كانت مش عند الصفر، وهي دي الخدعة يعني. ممكن اللي عامل الرسمة ديت، لو حد هيعمل الاستادي ديت وحط الجراف ده بدل ما يحط الجراف اللي على الشمال، يكون نواياه ان هو عايز يقنع الناس اللي في ان كاليفورنيا احسن بكتير من نيفادا، مع ان ده مش هو الفرق اللي هو اللي الارقام دي بتعكسه يعني. صحيح في فرق، بس الفرق مش كبير. ازاي هو قدر ان هو يوصل للناس صورة ان الفرق كبير؟ ان هو خلى بداية الاكسس ده مش من الصفر. فمن من الامانه والعداله وكده، وعشان احنا ما ننخدعش ونشوف الحاجات بقيمها، ان دايما تبقى الكميات اللي احنا بنرسمها في الاكس والواي وفي الاكسس بتاعتنا تبقى دايما بدايتها الزيرو او بدايتها الايه، نقطه الانعدام، ونبتدي ان احنا نطلع. فيبقى كده الريلاتيف ديفرنسز تبقى معبره، نقدر اننا نفهمها اكتر. لكن هنا هو ده ايه، مع ان الداتا صح لكن والصورة ما فيهاش خطأ، لكن الحاجة اللي وصلت لنا من او النتيجة اللي وصلت لأي حد بيشوف الصورة دي غصب عنه، ان في هنا فرق كبير بين التو فاليوز دولت. فهو misleading،
misleading بأن هو بيبين الديفرنس أكبر مما هو عليه في الواقع. فيبقى احنا برضو نبقى حريصين واحنا بنتفرج على graphs بتمثل results of some study ان احنا ما ننخدعش، نستخدم ال critical thinking او نستخدم عقلنا باننا نحاول نميز وما نتأثرش قوي بايه بحاجات زي كده، ونشوف الايه الاكسس بتاعتنا او الوحدات بتاعتنا ماشية ازاي وبتبدأ من الزيرو ولا لا. مثال تاني ما يسمى ال partial picture، ان في ناس دايما بتدينا صورة مش كاملة خلاص علشان تصور لنا حاجة معينة على غير الحقيقة، فهي صورة من أشكال الخداع، وممكن إحنا من unintentionally برضو نقع في إننا بعدم يعني عنايتنا بشكل كافي بالنتائج اللي طلعت لنا وإحنا بنعرضها للناس اللي بنعرض النتائج بحثنا، إحنا اللي عاملين البحث برضو محتاجين نحط عناية إن إحنا نبقى واخدين بالنا من الصياغة والأشكال اللي احنا بنحطها بحيث ان ما نديش partial picture، فإحنا نفسنا نبقى فاهمين الريزلت بتاعتنا بشكل مش كامل ونبدأ نعرضها على العالم برضو بشكل مش كامل، فيبقى في الآخر الريزلت بتاعتنا لما حد بقى مدقق يبص يبدأ يبين الخطأ فيها كان فين. هناخد مثال برضو من الكتاب اللي هو بيدينا مثال لإعلان كان منتشر لأحد شركات السيارات في أمريكا برضو، إن إيه كانوا بيحطوا ده في الإعلان، إن 90% of all our cars sold in this country in the last 10 years are still on the road. يعني 90%، هو طبعا في أمريكا مش معتاد إن الناس تحتفظ بسيارتها فترات طويلة من الزمن، فده اعتمد هنا على الرقم ده 10 سنين، بيقول ان 90% من العربيات اللي احنا بعناها لسه شغالة على الطرق في العشر سنين اللي فاتوا، 90% من اللي اتباعوا في العشر سنين اللي فاتوا ما زالوا على الطرق شغالين، يعني ما فيهمش مشاكل. فهي دعاية المفروض ان هو بيحاول يقنع الناس ان العربيات بتاعتهم عمرها طويل بتشتغل يعني بكفاءة، وان هو يطمئنوا انها هيستخدموا حاجة ما فيهاش مشاكل وهتستمر معهم سنوات طويلة. فهنا دي بتعكس الصورة ايجابية، ان انا حتى لو العربية بعد 10 سنين هتبقى بنسبة كبيرة، لو انا اشتريت منهم يعني الناس دول بعد 10 سنين بنسبة كبيرة هتستمر العربية معايا لو انا عايز احتفظ بيها وهقدر ان انا استفيد منها. طيب ايه الثغرة اللي في الاعلان ده او في الصياغة اللي صيغت بيها الجملة ديت اللي احنا عايزين ناخد بالنا منها في اي امثلة لصياغة نتائج statistical studies بعد كده؟ هنا الصورة دي بتبين لنا الشركة دي مبيعاتها من العربيات في العشر سنين كانت عاملة ازاي. هنلاحظ هنا ان في اول 7 سنين من دخولها للسوق او في العشر سنين اللي هو بيتكلم عنهم دولت كانت المبيعات قليلة جدا. بدأت مبيعاتها لسبب ممكن يكون ان هم بدأوا ان هم يدخلوا بشكل اوسع في السوق او فتحوا فروع جديدة او في طراز معين او موديل معين من عربياتهم نال استحسان الناس. فهنلاحظ هنا ان اخر 3 سنين من العشر سنين فيها معظم المبيعات بتاعت العربيات بتاعتهم. فهو فعليا هو فعلا كان موجود لمدة 10 سنين، فعليا هو باع في العشر سنين دول عربيات. فعليا لو جمعنا لو شفنا كل العربيات اللي باعوهم هنلاقي ان فعلا 90% منهم، يعني لو في حد بيراقب والاعلان ده شك في مصداقيته فراح جهة حكومية مثلا بتراقب الناس الاعلانات انها ما بتخدعش الناس والكلام ده، فراح فعلا راجع المبيعات بتاعت الشركة ديت والعربيات دي موجودة ولا وقفت ولا ايه مترخصة يعني لغاية دلوقتي ولا مش موجودة باظت كده، فهيلاقي فعلا ان 90% فعلا من كل المبيعات بتاعت العشر سنين موجودة، يعني مفيش كذب في الاعلان، لكن هو الخدعة اللي فيه ان معظم العربيات اتباعت في اخر 3 سنين مش على مدى العشر سنين. فأنا فعليا هلاقي ان 90% دول ممكن يكونوا كلهم هم العربيات اللي موجودة في السنين الأخيرة ديت. ف
فأنا فعلا لو عديت على مدى ال10 سنين هلاقي إن ممكن يكون كل العربيات اللي في أول 4 5 سنين دولت خلاص مش موجودين. بس هو استغل هنا إن إيه، إن أنا يعني اللي بيقرأ الجملة ديت مش شايف الصورة اللي موجودة في الرسمة اللي تحت دي مش باينة هنا. فأنا فعلا لو عديت على ال10 سنين، فهنا الخدعة إن أنا عندي داتا بباترن معين في فترة زمنية صغيرة، يعني الباترن اتغير من قيم قليلة لقيم كبيرة، وأنا استغليت فترة أطول من اللي إيه اللي حصل فيها الباترن الجديد ده. فهنا المفروض إن إحنا لو إحنا بنفسر داتا، إحنا عندنا ريزلتس بتاعتنا إحنا وإحنا شغالين، من إيه ما نتأثرش إن أنا مثلا بدأت إمتى، إن أنا عندي قيم قليلة في فترات قديمة في تايمز قديمة، ابتدي اشوف امتى بدأ يبقى فيه باترن فيه قيم كبيرة من الداتا. او يعني لازم ان انا مخلطش هنا ال10 سنين كلهم، سواء انا قاصد ان انا امسليد زي حالة الاعلان ديت، انا قاصد ان انا انقل للناس صورة مش كاملة علشان اديهم ايحاء ان العربيات القديمة، ان العربيات اللي هيشتروها معايا ريلايبل لفترات طويلة من الزمن خلاص، او ان انا معايا داتا بتمثل حاجة وانا فعلا بعمل ريسيرش باستخدام الداتا ديت، فانا فعلا عندي داتا من سنوات قديمة او من على فترات طويلة، لكن اخد بالي بس من الباترنز بتتغير ازاي، ان ممكن يبقى في الاول كانت قيمة قليلة وبعدين فترة من الزمن كانت قيم طويلة نتيجة اسباب، لازم احاول افهم ايه الاسباب ديت عشان ما اعملش كونكلوجنز من الداتا ما تكونش دقيقة خلاص. فهنا البارشال بيكتشر ان هو استخدم 10 سنين مع ان كان فيه في الداتا باين ان 90% من العربيات ديت اتباعت في اخر 3 سنين بس، فهيبقى معظم العربيات اللي اتباعت ديت لسه موجودة، وفي شوية من اللي فاتوا برضو من السنوات الاقدم لسه موجودة وكده. فدي نقطة خطيرة جدا او ثغرة خطيرة ممكن اساءة فهم داتا زي الاكزامبل ده تؤدي اننا نبقى فاكرين اننا وصلنا الريزلتس واحنا ما وصلناش، او نخدع الناس او كده. من الامثله برضو للميس يوز هو اننا نطلع ارقام دقيقه من استيميتس ناتجه من ابلكيشن اوف سام statistical ميثود. فانا بستخدم احد الطرق الاحصائيه وبحسب خطوات كتير وكده، وفي الاخر طلع لي رقم. مثال هو مديهولي برضو ان ايه، ان بطريقه ما ممكن نستيميت عدد الاسر في امريكا، فقال هنا there are 103 مليون 215,000 and 27 households in the United States. فلما واحد يقول لي كده رقم بالدقه دي، يعني بيقول عدد الاسر في امريكا 103 مليون 215,027، ال 27 ديت لأي حد بيتلقى الرقم ده، ده رقم يعني very accurate precise number. precise number يعني ايه؟ لغاية الايه دقة ال 27 بيت. فأنت أول ما هتقرأ رقم بالشكل ده هيجي لك الانطباع ان الرقم ده مش استيمت، ان ده حقيقي، ان ده اكيوريت نمبر ممثل فعلا لعدد البيوت. رغم ان ممكن هو ما راحش عد بيت في امريكا عشان يشوف عدد الاسر يعني، فهو هيبقى الرقم استيمت في الاخر. وحتى لو اعتمد على ريكوردز يعني كل مثلا مدينه في كل ولايه كل حته يعني في المدينه في ريكوردز للناس اللي عايشه في البيوت والكلام ده، مهما كان في الاخر الرقم ده هيكون استيميت، يعني ما حدش يقدر يقول ان ده بالظبط عدد الايه الهاوس هولدز في امريكا. طيب هو ايه مشكله ان انا احط رقم دقيق كده؟ ان الناس هتاخد دايما الامبريشن ان ده اكيوريت نمبر. فالافضل كان ان هو يقول ايه، ان في حوالي 130 مليون، يعني انا صحيح ان انا استخدمت statistical method لازم هتطلع لي رقم في الاخر، لكن انا ما اتعاملش مع الرقم ده وما عرضوش على الناس على ان هو ده رقم دقيق. يعني لازم نبقى واخدين بالنا احنا الرقم اللي طلع لنا في الاخر ده هل هو accurate number؟ لو accurate number انا ممكن احطه زي ما هو كده. هل هو نتيجة estimate يعني في شوية approximation؟ يبقى مش معقول ان انا احطه اتعامل معاه على ان هو دقيق وكده.
فهنا الابروكسيميشن ده يعني عمليا افضل واكثر مصداقيه، ان انا اقول في حوالي 103 مليون مثلا و215 الف، انا ممكن اعمل كده، او اقول حوالي 103 مليون هاوس هولدز ان ذا يونايتد ستيتس، لان عارف ان في هامش خطا some percent plus minus عن الاستيميت اللي طالع ده، فان انا اعرضه بالشكل ده احيانا ممكن حد يبقى قاصد ان هو يحط رقم هو عارف ان هو مش رقم دقيق، بس قاصد ان هو يحطه كده علشان الناس يجي لها الانطباع ده، خصوصا لو كان زي ما شفنا من شوية حد قاصد عنده النية الشريرة ان هو يخدع الناس. فهي طرق من طرق الخداع يعني، ان ممكن حد يحط رقم دقيق والناس يجي لها الانطباع ده ان ده رقم نتج عن قياس دقيق، وهو في الاخر هو مجرد افتراض او من عملية قياس تمت بشكل تقريبي. برضو من الحاجات، احنا طبعا في داتا كتير جدا خصوصا في الدراسات اللي بيبقى السبجكتس فيها ناس، ان احنا بنعمل سيرفي وبنسأل أسئلة، زي مثلا لو بنعمل دراسة طبية، فممكن غير ان هم مثلا يكونوا بيجربوا دواء جديد على الناس يبتدي يجمع أسئلة عن الشخص ده في شكل سيرفي. فدقة الداتا بتاعت السيرفيز برضو من الحاجات اللي دايما بتبقى questionable، يعني دايما بيبقى فيه كده لو الداتا في جزء منها متجمع من خلال سيرفيز، فمهم اننا نشوف ايه هي الأسئلة كانت مكتوبة ازاي، هل في أسئلة loaded questions، يعني سؤال هو السؤال المفروض ان السؤال اللي في السيرفي ده لو انت بتسأل شخص مثلا هل انت مثلا مع تغيير القانون الفلاني، فهو ممكن يقول اه او لا، هو حر حسب رأيه، لكن انا لو ممكن اكتب السؤال بصيغة تكون بتدفع الشخص ان هو يتحيز لإجابة محددة. عندنا مثال طبعا ده من مثال احد رؤساء الأندية في مصر، كان في فترة كده كنت بشوفه في احد البرامج، فهو كان بيدعو اعضاء النادي بتاعه ان هم يروحوا يحضروا الجمعية العمومية يوم الجمعة علشان يوافقوا على بنود منها ميزانية النادي في السنة اللي قبلها. فالطبيعي ان ايه ان هو كان بيقول الايه هي ورقة سؤال واحد لحضرتك، هو قالها كده، هل توافق حاجة شبه كده يعني، هل توافق على ميزانية النادي لعام كذا التي تبين ان النادي حقق فائض مش عارف كم مليار جنيه؟ فالمفروض ان السؤال الصح طبعا سؤال زي كده لو اي حد اتسأله هو كأن السؤال بيقول له خلي عندك دم وقول اه اكيد انا هوافق ان النادي حقق ارباح تاريخية ما حصلتش قبل كده، تمام؟ فهو كده صياغة السؤال نفسها بتبوش الشخص اللي هو بيجاوب على السيرفي ده ان هو يختار اجابة معينة، فانا كده كأني ايه بوجهه. لكن المفروض ان السيرفي كويشنز لو انا عايز اجمع داتا بجد دقيقة ان انا ما اثرش وهو بيقرا ما يتاثرش، عايز اشوفه هو نفسه انطباعه ايه عن الحاجه ديت، هل هو موافق عنها بشكل حيادي كده. نحاول نخلي السؤال ما فيهوش صياغه بتزقه ان هو يقول اه او لا، او ان هو يختار اجابه معينه، او يخاف يقول الحاجه اللي هو عايزها عشان ما يبانش ان هو منكر للكلام اللي هو مكتوب في الصياغه دي. فهنا احنا لو حللنا بقى سيرفيز كتير، احنا عندنا داتا كتير بتبقى في الاخر بيجي لنا النتائج دي كملفات اكسل مثلا، واحنا بنشتغل عليها وخلاص، ونشتغل مثلا بماشين ليرنينج الجوريثم وبنستخدم ستاتستيكال ميثود والكلام ده ونطلع نتائج، بس هل السيرفيز اصلا اللي هي اتجمعت بيها الداتا ديت كان الاسئله متصاغه بشكل كويس، ولا في حاجات مشاكل زي لودد، او ترتيب الاسئله ساعات بيفرق في السيرفي؟ فدي نقطة تانية من النقط اللي هي بتحتاج تدقيق وتركيز علشان نضمن صحة الداتا بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها. من الحاجات بقى اللي هي هنخش بقى في الحتة المهمة، ان احنا ممكن كل الحاجات اللي فاتت دي سهل اننا نحكمها ونتجنبها، تمام؟ المشكلة الأكبر
اللي بتخلي النتائج بتاعة الاستاتستيكال ميثودز غير مفيدة أو غير قابلة للتعميم هي إن السامبل ما يبقاش مناسب، يعني مش معبر عن البوبوليشن بشكل يعني مقبول. فمن أمثلة الـ inappropriate sample إن مثلا تكون السامبل صغيرة جدا. فأنا لو جيت إحنا مش في حياتنا العادية التعميم بيتم عندنا دايما بسامبل صغير، يعني أنت تجربتك أنت شفت بنفسك مثلا إن دكتور في منطقة معينة في تخصص معين سيء، وبعدين شفت دكتور تاني وتالت في نفس التخصص ما عجبكش في نفس المكان، فأنت كده شفت 3 نماذج. يعني السامبل بتاعتك مكونة من 3 دكاترة، مع إن ممكن يكون عدد الدكاترة مئات أو آلاف الدكاترة في التخصص ده في البلد ده أو في المكان ده، فأنت حكمت بناء على سامبل صغير وعملت جنراليزيشن. ففي حياتنا العملية كتير من الحاجات اللي احنا بنعممها على اعتبار ان احنا عشنا التجربة، فكون ان احنا عشنا التجربة دي مع ان السامبل صغير بيخلينا نبقى عندنا جرأة او ثقة ان احنا نقول ان كل الدكاترة الفلانيين في المنطقة الفلانية وحشين، واللي عايز يكشف يسافر في بلد تانية والكلام ده، مع ان احنا ما عندناش سامبل كافية اننا نطلق حكم زي كده. فبرضه في اي استادي حقيقيه لو انا السامبل، خصوصا لو السامبل اصغر بكتير جدا، البوبوليشن ملايين وانا خدت سامبل مثلا 10 اشخاص، فلازم نكون حريصين دايما. السايز بتاع السامبل دي من النقط اللي احنا ممكن في محاضرات قادمه نشوف ازاي نقدر نستيميت جود سايز للسامبل بتاعتنا بناء على البوبوليشن كاركترستكس. فخلاص احنا اكيد اكيد كل ما قدرنا نجمع عدد اكبر من الاوبجكتس في السامبل بتاعنا كل ما كان احسن. يعني لو لغايه ما نوصل للحاله الاكستريم ان احنا جمعنا ان السامبل بتاعتنا هي البوبوليشن كله، لو كان البوبوليشن صغير واحنا نقدر يبقى السامبل بتاعنا هو كل البوبوليشن يبقى خير وبركه يعني. لكن براكتيكالي احنا لازم طبعا نختار عدد من الممبرز اصغر في السامبل، اصغر بكتير من عددهم في البوبوليشن، ونبتدي نشتغل عليهم زي ما اتناقشنا قبل كده. طيب النوع الثاني من الـ inappropriate samples اللي هو خطير جدا اللي هو ما يسمى السيلف سيلكتد او voluntary response sample. ايه الـ voluntary response sample ده؟ ان يكون سامبل الناس السبجكتس هم اللي يختاروا ان هم يكونوا موجودين فيه او لا. زي ايه؟ زي انت لو جيت حطيت بول على الانترنت، يعني على اي موقع، ممكن موقع ويب سايت او حد على صفحته على السوشيال ميديا يعمل بول. فمثلا لو في انتخابات يقول لك هترشح مين في الانتخابات الاسبوع الجاي، فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان. طيب انت الشخص اللي هو بيزور المكان ده او اللي بيتفرج على البول ده على السؤال ده والاختيارات هو اللي بيختار ان هو يحط اجابته، يدوس على باتون كده او يختار تشيك بوكس او كومبو بوكس كده جنب واحد من الكانديديتس، او بيختار ان هو ما يبقاش انكلودد في السامبل. يعني انا في الاخر لو انا حاطط على صفحتي بول وبسأل السؤال ده هتختار مين في الانتخابات، ففعليا ممكن يكون في 10,000 واحد زار شاف السؤال ده، يعني ظهر قدامه. لو مثلا في 1,000 منهم جاوبوا على السؤال، يبقى انا كده كان عندي population ان انا عايز اجمع سامبل من الناس عشان اشوف اتجاهات الناس هتنتخب مين. بس مش انا اللي اخترت الاشخاص اللي هم هيبقوا في السامبل ده، انا حطيت السؤال بتاعي وقلت يا جماعة ادوني اجاباتكم. فكده السامبل اللي بقت معايا بقت 1,000 واحد، 1,000 اجابة موجودة ل1,000 اختيار من 1,000 واحد في البوبوليشن اللي انا مهتم بيه. لكن السامبل ديت انا ما اخترتش مين الناس اللي هم يكونوا موجودين فيها، يعني ال1,000 واحد دولت هم ال1,000 اللي قرروا ان هم من تلقاء نفسهم
يستجيبوا للسؤال بتاعي او البول ويحطوا الريسبونس بتاعتهم، ويبقى ده الفيدباك اللي هم ادوهولي. فانا في الاخر بقى معايا سامبل فعلا، بس السامبل دي فيها مشكلة خطيرة. ايه هي المشكلة ديت؟ ان عادة الناس اللي هي بتختار تجاوب هي الناس اللي عندها strong opinion. يعني ممكن يكون لسبب ما مثلا احد المرشحين في الانتخابات ديت فرصه قليلة، او بيعبر عن فئة من المجتمع مثلا اقلية من اقليات المجتمع، فبيبقى في حرص على كل الناس اللي هم مناصرين له، يعني هيبقوا يعني مساندين له بقوة شديدة. فلما يشوفوا بول زي كده عشان ينصروا الكانديديت بتاعهم ده، هيخشوا ان هم يبقوا حريصين اكتر على ان هم يزودوا النسبة بتاعته في البول. لكن ممكن يكون أغلبية البوبوليشن هم مش يعني، ممكن يبقى هو أكيد له كانديديت مفضل، لكن هو مش سترونج اوبينيون، يعني مش بينصره بالدرجة اللي تخليه ان هو ايه حريص ان هو يلف على الاستبيانات بقى والبولز والكلام ده، ويزود النسب بتاعت الكانديديت بتاعه. زي مثال لينا احنا هنا في مصر في السنوات اللي فاتت، بقى محمد صلاح لاعب الكورة، فايه فاي استفتاء في اي حتة تلاقي الناس بتشير لبعض كده الايه اللينك، تقول لك خش زود مرشح احسن هدف مش عارف ايه، مرشح احسن لاعب في بطولة ايه. فتلاقي المصريين لان ما عندهمش ناس كتير يعني في الليفل ده، فهم ليهم سترونج اوبينيون، يعني هيفرق معاهم نفسيا ان الشخص ده يفوز باللقب ده او ما يفوزش. فعشان كده معظم البولز ديت بتبقى ناس بدأت انها بتضحك على ان احنا دايما بنخش ندي نرفع الايه نرفعه للمركز الاول دايما بفوارق كبيرة عن الناس اللي وراه، رغم ان في الواقع ممكن يكون الهدف بتاعه مش هو احسن هدف. يعني هو بيقول لك ما هو احسن هدف في الاسبوع الماضي في الدوري، فيتلاقي هدف محمد صلاح في مرمى كذا وشوية أهداف تانية ممكن تكون أجمل من الهدف بتاعه بكتير. الناس اللي يعني الألف واحد مثلا اللي دخلوا اختاروا صلاح من مليون مثلا مهتمين أو شافوا الأهداف ديت أو مهتمين ليهم رأي، هم الناس اللي strongly opinion، هم متحيزين جدا، يعني بالنسبة لهم دي حاجة مهمة إن هو يفوز باللقب ده. لكن فعليا لو احنا رحنا لكل الناس اللي بتفهم في الكورة ووريناهم الاجوان ديت، ممكن ناس كتير جدا منهم تختار هدف تاني. طب ليه الناس دي ممكن تشوف البول يعني تشوف الاستفتاء وما تخشش، ما تخشش تقول رأيها؟ لأن هو ما بيكونش يعني مهتم قوي انه مين اللي هيفوز، مش فارقة معاه كتير، بس هو له رأي. فلو احنا هنختار رأي الجمهور في اجمل هدف ورحنا لكل فرد في الجمهور، هنلاقي النتائج بتاعت الاستفتاء اتغيرت عن لما كان كل واحد بيختار هو يدخل يجاوب ولا لا. فعشان كده انتبه، يعني هو في اكزامبل في الكتاب على الفولنتري ريسبونس ده في الشابتر الاولاني، بتبين من زمان يعني من حوالي 100 سنة كده او اقل بحاجة بسيطة، كان في احد الانتخابات الرئاسية في امريكا، وكانت احد المجلات الكبيرة عملت بول زي كده للناس ان هي تختار مين اللي هيفوز في الانتخابات فلان ولا فلان. فالنتيجة بتاعت البول ديت اللي كانت قبل الانتخابات بفترة قصيرة كانت بترشح واحد من الكانديديتس انه يفوز بفارق، لكن نتيجة الانتخابات الفعلية كانت فوز الشخص التاني بفارق. وبالتالي انتبه الناس لخطورة الفولنتري ريسبونس ده، ان ممكن يكون المرشح الاقل حظا ده المناصرين بتوعه مع انهم اقل، لكن هم نتيجة يعني حميتهم غيرتهم ان هو لازم هو اللي يفوز، فعايزين يعكسوا يعني مش عايزين يعكسوا، هم عايزين بدافع اقوى ان هم يقولوا رأيهم. وطبعا ده ما كانش فيه انترنت ساعتها، فكان البول ده بالميل، يعني المجلة مثلا حاطة كده صفحة فيها بتاعتي وانت تقص الصفحة دي وتحط الرأي بتاعك، وممكن يكون في ظرف مدفوع او حاجة بتبعتها لهم تاني بالبريد وهم يجمعوا النتائج والكلام ده.
فليه البول اللي اتعمل ده ما كانش معبر عن الاكشوال ريزلتس بتاعت الالكشنز، نتيجة ان السامبل ما هياش جود ايمج للبوبوليشن، نتيجة ان معظم افراد اي بوبوليشن ما بيكونوش هم السترونج اوبينيون. يعني دايما بيكون الناس كل واحد له رأي، طبعا احيانا ما بيكونش له رأي قوي، بيشوف الناس عايزة ايه، لكن في نسبة مش كبيرة سترونج اوبينيون في ناحية اليمين مثلا، وناس برضو نسبة مش كبيرة سترونج اوبينيون في ناحية الشمال، وهي الحرب بين الاتنين دول. فأي بول هم دول اللي بيخشوا فيه، لكن غالبية الشعب أو غالبية السبجكتس بتاعتنا ما بتكونش حريصة أوي إنها تدخل في البول، لكن في وقت الانتخابات الفعلية ممكن يروح ينتخب وكده. فيمكن يبقى النتيجة في الآخر مش معبرة عن النتائج اللي احنا توقعناها. يلاحظ هنا ان طبعا الفولنتري ريسبونس، احنا كتير جدا بنبقى قاعدين نلاقي حد من اصحابنا بيقول انا بعمل بحث عن كذا وبجمع اراء الناس في كذا، فانت تدخل. عموما الاوبينيون البولز اللي زي كده المعتمده على الاوبينيون اكتر، اللي في مجال ان الناس تبقى مختلفه، في ناس ليها راي قوي وناس رايها يعني ليها راي بس مش متحيز بقوه او مش بيدافعوا عنه بالقوه الكافية، ده احنا ما نقدرش نجنراليز الريزلتس من وجهة نظر الإحصاء، ده كده سامبل مش كويس. لكن لو في حاجات ما هياش بيزد على الأوبينيون، يعني بيقول لك انت مثلا يعني ممكن واحد يطلب منك انك تدخل على لينك وتعمل تملأ او تجاوب شوية أسئلة ما تكونش قوي تمثل سترونج اوبينيونز، فساعتها ممكن الريسبونس الفولنتري ريسبونس سامبل ده يبقى مفيد. لكن بشكل عام الافضل في السامبلينج انه يتم بشكل انك انت اللي تختار بشكل راندوم الاوبجكتس او السبجكتس او الممبرز اللي انت هتختارهم من البوبوليشن. تمام، هنا لما بقى فولنتري ريسبونس ما بقاش راندومايزد كفايه، لان فئة معينة من الناس بقى عندها فرصة أكبر إن هم عندهم السترونج أوبينيون اللي يخليهم يدوسوا على اللينك ويختاروا ويدوسوا على باتون كده إن هم إيه يعملوا ريكورد للريسبونس بتاعه. فدي من الحاجات اللي ناس كتير مش واخدة بالها منها، وناس كتير بتعمل دراسات وبتطلب آراء الناس كده بالطريقة ديت، فبيكون النتائج الريزلتس اللي هتطلعها مش مظبوط. عشان كده أي بول على النت او برنامج يطلعه وانت بتخش على موقع او بتبعت رسالة او الكلام ده، هو مش ما ينفعش، هو بيبقى حاجة في لحظتها، لان مش البوبوليشن الكامل بيبقى اكسسنج البول ده، واللي بيشوفه مش كل الناس بتبقى عندها نفس الدافع ان هي تختار ان هي تبقى من ضمن السامبل اللي بيدي الريزلتس بتاعته او بتتجمع الداتا منه. فأي بول يعني ما يعني مصداقيته أو قابلية النتائج اللي بتطلع من البول ده إنها تبقى generalized بتبقى مسألة يعني فيها نظر وفيها سؤال، يعني مش سهل إن احنا نعمل generalization ليها. طيب، فإحنا في الجزء اللي فاضل هنتكلم على مجموعة من الاستراتيجيز بتاعت السامبلينج. احنا المفتاح بتاعنا بقى علشان تبقى السامبل بتاعتنا كويسة هو كل ما كانت راندومايزد، الراندومايزيشن يعني احنا ما نبقاش متحيزين لطائفة لجزء معين من البوبوليشن ان هو ده يبقى السامبل. فالراندومايزيشن عادة بيديني سامبل ممثلة جيدة للبوبوليشن، صورة يعني مقبولة للبوبوليشن، وتبقى الحاجات اللي هنحسبها يعني تقريب مناسب للبارامترز اللي احنا مهتمين بحسابها في البوبوليشن بس. ودي اهم حاجة يعني في محاضرة النهاردة، اهم مصطلح من وجهة نظر بقى الشخص اللي بيتعلم احصاء، ان احنا محتاجين جدا في المحاضرة دي اهم حاجة نتعلم المفهوم اللي اسمه simple random sample. simple random sample، كلمة simple لما دخلت جنب random sample بقى ليها معنى معين في الاحصاء مهم. اولا هو راندوم سامبل بس كده من غير سامبل. راندوم سامبل معناها ان انا اي ممبر في البوبوليشن انا بختار بشكل عشوائي،
وكل ممبر، كل فرد في البوبيوليشن اللي انا بختار السامبل منه عنده نفس الفرصة ان يتم اختياره في السامبل. تعالوا نشوف. احنا طبعا مهمتنا دلوقتي اهم حاجة اصلا في المحاضرة دي هي ان حضرتك تخرج فاهم كويس جدا يعني ايه سيمبل راندوم سامبل، وايه الفرق بين سيمبل، امتى يبقى سيمبل وامتى ما يبقاش سيمبل الراندوم سامبل. فانا هستعين بالاكزامبل ده، ان لو عندنا المدرسة دي في الفصل اللي قدامنا ده وعايزة تختار ثلاث اطفال من الفصل ده كسامبل للفصل، تمام؟ فهي ممكن تتم، هي عايزة تدي فرصة متساوية لكل الناس. لو في فرصة متساوية لكل الناس انها تبقى سيلكتد في السامبل ده بطريقة عشوائية يبقى ده اسمه راندوم سامبل. طيب يعني ممكن المدرسة دي تقول ايه؟ ممكن تقول انا هختار واحد، هختار مثلا دول 9 اطفال، فهتشوف رقم عشوائي من 1 لـ9. لو جه مثلا الرقم 6 هتقول 1 2 3 4 5 6، هاخد الايه البنت اللي هنا دي. وبعدين رقم عشوائي تاني قام قال مثلا 1، يبقى هختار الولد اللي هنا ده. وبعدين رقم عشوائي تاني قال مثلا 3، فاختار مثلا الايه الولد ده. يبقى بشكل عشوائي هي على 3 خطوات، في كل خطوة اختارت واحد من الاطفال اللي موجودين في الفصل ده وخدت الشخص ده كأنه هو ممبر في السامبل. فدي تعتبر راندوم سامبلينج، دي راندوم سامبل كده، ان انا اخترت 3، انا مش عارف من الاول مين الـ3 اللي هيتم اختيارهم، ومش متحيز لاي حد ان هو يكون موجود في السامبل دي. فكل ستودنت في الكلاس ده عنده نفس الفرصة ان هو يتم اختياره، اللي هي لو هم عددهم 9 يبقى احتمال ان اختار واحد، اي واحد من الـ9 دول هو 1 على 9. طيب لو جت المدرسة دي فكرت في استراتيجي تانية، طريقة تانية انها تختار بيها السامبل، انا هدي كل الاطفال فرصة ان هم يكونوا موجودين في السامبل برضو، ولكن هيبقى طريقة السامبلينج مختلفة. بدل ما هختار رقم عشوائي 3 مرات، هتقول هختار رقم عشوائي 1 بس من 1 لـ3، فاقول مثلا 1 او 2 او 3. لو الرقم العشوائي ده او القرعة، عملت قرعة كتبت الـ3 ارقام دولت في 3 ورقات واختارت ورقة منهم بشكل عشوائي فطلع لها 2، فقالت يبقى معنى كده ان انا هختار الصف الثاني ده، الطلبة الـ3 اطفال اللي موجودين في تاني رو، او طلع لها 3 فهتختار الـ3 اللي في تالت رو او الـ3 اللي في اول رو. برضو هنا يعني قبل ما تعمل التجربة دي ان هي تختار رقم من 1 لـ3 وتختار صف من الـ3 صفوف اللي قدامنا دول، هي في الاخر اختارت 3 طلبة، فدول سامبل للفصل، اختارتهم بطريقة عشوائية انها اختارت رقم من 1 لـ3 واختارت الصف اللي هو الرقم اللي طلع لها، اختارت الصف المقابل ليه كسامبل لطلبة الفصل ده، تمام؟ فهو راندوم سامبل. كل طفل من الـ9 اطفال دول احتمال ان هو يكون موجود في السامبل هيبقى بيساوي 1 على 3، لان انا يا اما هختار اول صف، هو كل طالب موجود في صف من الـ3 صفوف، وكل صف احتمال اختياره هو التلت، فكل الطلبة ليهم نفس فرصة الايه الاختيار. فلو رجع يبقى انا كده شفت طريقتين لاختيار سامبل من 3 ستودنتس في الكلاس اللي قدامنا ده. طريقة كل كانت بتختار كل مرة طالب واحد، فأي طالب في الفصل كان عنده فرصة الاختيار اللي هي 9 زائد 6، يعني لو انا هختار مش هتبقى 9، مش هتبقى تلت، لان انا في الاول هختار يعني، بس دي مش مهم التفصيلة ديت، المهم ان كل طالب عنده نفس الفرصة انه يتم اختياره. ففي الاول عندي 9 طلبة، فاحتمال كل واحد منهم كان 1 على 9، تمام؟ وبعدين الـ8 طلبة اللي فضلوا احتمال ان اختار واحد منهم كان 1 على 8، وبعدين الـ7 طلبة اللي فضلوا اخترت واحد منهم كان كل واحد احتمال اختياره 1 على 7. فكأن من البداية كده كل طفل من الأطفال دول له نفس الفرصة في إن هو يتم اختياره، اللي هي 9 زائد 8 زائد 7، خلاص. في الحالة التانية كان بيختار صف على بعضه، يا إما الصف الأول أو التاني أو التالت، وعشان يختار واحد من الـ3 صفوف استخدم برضو طريقة راندم إن هو بيختار رقم من 1 لـ3، والرقم اللي يطلع ياخد ترتيب الصف بتاعه. التو ويز اوف سامبلنج اللي احنا اتكلمنا عليهم دولت ينطبق عليهم الاثنين ان هم راندوم سامبل،
الراندوم سامبل في الإحصاء معناها سامبل بيكون كل ممبر في البوبوليشن له نفس الفرصة إنه يتم اختياره في السامبل. فلو مفيش تحيز إن إحنا لازم نختار حد معين في السامبل كل مرة، يبقى ده هيبقى راندوم سامبل. طيب هنا بقى نيجي للحتة المهمة، إيه هي السيمبل راندوم سامبل؟ لو حطينا كلمة سيمبل قبل راندوم سامبل ده هيفرق في إيه؟ إن تعريف السيمبل راندوم سامبل هو راندوم سامبل برضو، بس في حتة زيادة كده، إن أنا لو هختار إن السامبل بتاعي حجمه إن، زي مثلا في المثال ده لو الإن دي ب3، إني هختار 3 أطفال من الفصل ده خلاص، فيبقى أي سبسيت أوف إن سبجكتس ليها نفس الفرصة إن هي تبقى هي السامبل. يعني هنا عندي 9 أطفال، ف ممكن اي سامبل ممكن افكر فيها ان هي سبسيت من البوبيوليشن، فالسبسيت ده ممكن يكون اول صف، ده كده سبسيت، اخترت الثلاثه اللي في اول صف من ال9، سبسيت من البوبيوليشن اللي هو الفصل كله. ممكن سبسيت تاني ان اختار تاني صف، ممكن سبسيت تاني ان اختار تالت صف، ممكن سبسيت رابع ان اختار العمود الاول ده كله، سبسيت تاني ان اختار العمود التاني، سبسيت تالت اختار العمود ده، ممكن سبسيت اختار الدياجونال الثلاثه دول، او اختار اي واحد، الاول ده مع مثلا الثامن ده مع الرابع. يعني انا عندي ممكن افكر في السامبل ان انا في الاخر بختار سبسيت مكون من 3 عناصر من الايه، من ال9 اللي عندي في المثال ده خلاص. امتى بقى يبقى سيمبل راندوم سامبل؟ لو اي سبسيت ليها نفس الفرصة ان هي تبقى هي السامبل. يعني هنا عندنا 2 سبسيتس، ان انا ممكن اقول الصف الاول ده is a subset of size 3 وانا عايز السامبل يبقى 3، فكأن السبسيت ده من الفصل انا هختاره. ممكن حد تاني يقول انا عندي سبسيت اللي هو اول عمود ده واللي وراه واللي وراه، ده يعتبر سبسيت برضو لان هو مكون من ثلاثة elements او 3 members من البوبيوليشن بتاعنا او الكلاس الكامل. فبقى عندي 2 سبسيتس هنا، الصف الاول والعمود الاول. احتمال ان اختار في الطريقة اللي هي كانت المدرسة دي بتختار صف على بعضه، كان في احتمال ان اختار الصف الاول مقداره تلت، يعني في تلت المرات هيبقى انا هختار الصف الاول. طيب ايه احتمال ان اختار العمود الاول بالاستراتيجي اللي هي اختيار صف على بعضه؟ هيبقى مفيش احتمال ان اختار الاول واللي وراه واللي وراه ده يساوي زيرو، لان انا دايما بختار جروبس، جروب والجروبنج بتاعي مبني على الصفوف مش الأعمدة. اختيار ان اختار واحد من اول صف مع واحد من تاني صف مع واحد من تالت صف زيرو برضه. يعني هنا كان في 3 سبسيتس هما اللي استأثروا يا اما يكون اول صف يا اما يكون تاني صف يا اما يكون تالت صف، بس دول مجرد 3 سبسيتس من عدد اكبر من السبسيتس. انا ممكن اكون اختار 3 طلاب من الفصل ده بطرق مختلفة اكتر من ان انا اختار الصف على بعض. فيبقى لما احنا اخترنا ال3 طلبة باختيار صف كامل على بعضه وربطنا الطلبة اللي في كل صف ببعضهم، فاحنا ما بقاش عندنا فرصة ان احنا نشوف سامبل مكون من طلبة من صفوف مختلفة، فكل السبسيتس المكونة من طلبة من صفوف مختلفة اديتها probability zero، وال3 صفوف اللي هم على بعضهم دول كل واحد فيهم كان probability بتاعته تلت. فده مع ان هو راندم وكل طالب له نفس الفرصة انه يكون موجود في السامبل، مفيش تحيز لطالب معين من ال9، الا انه ما هواش سيمبل راندم سامبل لان السبسيتس احتمالها مش متساوي. فدي الفرق بين الراندم سامبل والسيمبل راندم سامبل. طيب سؤال بقى، احنا ليه يعني مهتمين بمصطلح سيمبل راندم سامبل ده؟ لان احنا هنشوف بعد كده ان الاستاتستيكال ميثودز يعني في علم الإحصاء دايما ناس بتقدم طرق، بس الطرق دي مش بتبقى ينفع استخدامها في كل الحالات. فهتتعود بعد كده ان احنا واحنا بنتعلم إحصاء ان هنتعلم طريقة مثلا يقول ده ريجريشن مثلا، واحنا بنستخدم حاجة زي كده كتير في الماشين ليرنينج، فيقول ايه، بس بشرط علشان تقدر تستخدم الميثود ديت في الاستاتستكس لازم مثلا يكون الداتا نورمالي ديستريبيوتد، لازم يكون السامبل جه من سيمبل راندوم سامبلينج. يعني في ميثودز في الاستاتستكس بيكون ليها اسامبشنز، يعني عشان تطبقها على داتا لازم الداتا دي تكون في شويه حاجات منطبقه عليها،
ميثودز كتير بتشترط ان الداتا بتاعتنا تبقى جايه من سيمبل راندوم سامبل. يعني ممكن ميثود معينه احنا هنختار الطلبه صف على بعضه ديت، تبقى تطبيق الميثود كده مش مضمون انه يطلع، او مش مقبول، مش ما ينفعش نستخدم الميثود ديت مع اننا مختارين السامبل راندوملي، لكن لانها مش سيمبل راندوم سامبل اللي فيها جروبنج ديت، ده المثال اللي شفناه دلوقتي، يبقى احنا مش هنقدر نستخدم الميثود ديت. يعني هنا مهم قوي ان احنا نبقى فاهمين واحنا بنتعلم الاستاتستيكال ميثودز انها مش مجرد خطوات ومعادلات بنعوض فيها مع اي داتا، لا بيبقى فيه assumptions، فلازم يكون اصلا الassumptions دي متحققه عشان استخدام الاستاتستيكال ميثود ده يبقى مظبوط. وبالتالي فاحنا محتاجين نبقى عارفين الفرق، هل sampling تم باستخدام simple random sample ولا تم randomly بس من غير ما تدي كل طالب فرصة انه يكون مع اي اتنين تانيين، كل member هنا في السامبل عنده فرصة يكون في السامبل وعنده فرصة انه يكون مع اي members تانية في السامبل اللي هتطلع، مش هي groups لازم تبقى مع بعضها في السامبل. فدي نقطة مهمة جدا، ويمكن بعيد تاني ان دي اهم مفهوم ممكن يكون جديد علينا في المحاضرة ديت، لازم نخرج بيه ونبقى دايما فاهمين ايه معنى ان السامبل ده سامبل، ونقدر نقيم لو عرفنا ازاي تم اختيار السامبل ديتا، هل ده ينطبق عليه ان هو سامبل راندوم سامبل ولا هو راندوم سامبل عادي ولا هو مش راندوم اصلا. لو في تحيز هيبقى اسمه probabilistic، يعني لو انا عندي سامبل بس مش كل الممبرز ليها نفس التشانس، فما يصلحش قوي ان انا اقول راندوم سامبل حتى ان هو في راندومنس. بس لو انا مثلا مثال، لو انا لازم اختار طالب معين يكون موجود في السامبل ومعاه اتنين تانيين، فهنا الطالب ده بقى احتمال وجوده في السامبل 100% واحد، وبقيه الناس ليهم ايكوال probability اللي هي اتبقت بعد ما اخترنا الشخص ده خلاص. فلو يعني بالتقريب كده هنقول ايه، ده احتماله واحد، وهختار اتنين كمان من التمانية اللي فاضلين، فيبقى كل واحد عنده فرصة مرتين ان يتم اختياره وهم تمانية، يعني نقول احتمال ان اي واحد تاني يبقى في السامبل هو الربع. فلان البروبابيليتيز بتاعت الاختيار مش متساوية لكل الممبرز بتاعت البوبوليشن، فمش هنقدر نسميه راندوم، مع اننا ممكن نختار الاثنين التانيين راندوملي، هنسميه ساعتها probabilistic sample. تمام. طيب برضو دي كده المفهوم المهم. في برضو طرق في السامبلينج او تكنيكس بتستخدم باسمائها كده، وانت ممكن وانت حد يديك داتا ست تشتغل عليها فتبقى فاهم لما تقرا الفايلات اللي بتشرح او بتوصف الداتا دي اتجمعت ازاي وبتمثل ايه والكلام ده تبقى فاهم. يعني من ابرز الطرق بتاعه السامبلنج ما يسمى السيستماتيك سامبلنج. السيستماتيك سامبلنج دي لو انا عندي بوبوليشن اهو وهختار اتنين من الشباب دول، فهم عندي تمانية وهختار اتنين منهم خلاص، فاحنا دايما بنختار نقطه البدايه وبعدين كل كي. لو انا عندي 100 خلاص وانا عايز اختار منهم 10، فممكن ابتدي مثلا من اول واحد وبعدين العاشر وبعدين العشرين وبعدين التلاتين وهكذا. يعني انا دلوقتي علشان اقدر اجمع سامبلينج مجرد اني حددت بس نقطة البداية وبعدين همشي كي element بين كل سامبل بوينت واللي بعدها، فانا بحاول اغطي. يعني لو انا عندي داتا بتمثل اي حاجة في رينج من الفاليوز، فانا بحاول بالسامبلينج تكنيك ده ان انا اجمع قيم على مسافة واحدة من بعض، على اعتبار ان ممكن كده اكون يعني خدت كل يعني قيم معبرة عن كل الرينج اوف فاليوز او الممبرز بتاعتنا، خصوصا لو هم سورتد بشكل ما. يعني فالسيستماتيك سامبلينج ده هل هو راندوم سامبلينج ولا لا، بيتوقف على طريقة اختيارنا للستارتنج بوينت. تمام. احنا طبعا في الكهرباء في الالكترونكس والكهرباء والكلام ده ساعات بنعمل سامبلنج، يعني في يعني دي عمليه ساعات بنعملها احنا هندسيا يعني، فبيبقى طريقه
منطقية إن أنا آخد سامبل كل عدد محدد من بمسافات متساوية زي ما السيستماتيك سامبلينج ده بيتم. لو إحنا بنجمع عندنا population وبنجمع البوينتس بتاعته وهم مترتبين بشكل ما قدامي، وليكن مثلا في إكسل فايل في 100 صف وأنا عايز أختار 5 صفوف بس من ال100 دول، فأنا ممكن آخد أول صف وبعدين أقول 100 على 5 يعني 20، يبقى كل 20 سطر أو 20 صف في الإكسل شيت بتاعي هاخد سطر منهم كأن ده سامبل للميت رو اللي عندي في الفايل. فهنا هل ده راندم؟ هو حسب انا الستارتنج بوينت اخترتها ازاي. فلو فرضنا هنا ان انا هقول ان انا عايز، انا عندي 8 زي ما هي في الرسمة دي قدامي، وانا عايز اخد 2 منهم، فممكن اقول ايه، اول 4 دول انا راندم دي كده هختار واحد منهم، وبعدين اللي هختاره ده همشي كي سام فاليو منه واختار اللي بعده وبعدين اللي بعده بكي وبعدين اللي بعده بكي تانية وبعدين اللي بعده بكي وهكذا. فلو انا الاول، لو انا هختار من اول 3 دول مثلا واحد راندوملي، يبقى انا كده بقى عندي احتمال ان اي واحد يتم اختياره في السامبل متساوي، لان انا لو هفترض مثلا هنا هو كان بيمشي الكي في المثال ده كانت 3. طيب لو انا راندملي بختار واحد من اول 3 دول عشان يبقى هو الستارتنج بوينت، فيا اما هختار الراجل ده او ده او ده. لو اخترت الاولاني ده هيبقى اللي بعده هو الراجل ده، لو اخترت التاني هيبقى اللي بعده اللي بعده وهكذا. يعني انا لو الستارتنج بوينت بختارها راندملي، يبقى من الستارتنج بوينت ده كل ستارتنج بوينت ممكن توصلني لمجموعة افراد في البوبيوليشن او some members of the population. ولو انا جمعت الخط او الثريد بتاع السيستماتيك سيستماتيكالي سامبلد ممبرز من كل ستارتنج بوينت، هيبقى كل الناس ممكن يتم اختيارهم، كل الناس في السامبل في البوبيوليشن ده. لو اخترت ده يبقى هختاره هو وده مثلا، وبعدين لو مشيت هختار ده وهكذا. لو بدأت الستارتنج بوينت بتاعتي كانت تاني واحد ده، يبقى هختاره هو وبعدين هختار الراجل ده وبعدين هختار الراجل ده وهمشي تلاتات وهكذا. لو اخترت ده الستارتنج بوينت يبقى همشي على الراجل اللي هو معلمه ده وبعدين اللي بعد الراجل لو هو في ناس تانية يعني وعندنا داتا كتير. فالسيستماتيك سامبلينج ممكن يكون راندوم سامبلينج وممكن ما يكونش. لو انا دايما بختار اول واحد كستارتنج بوينت خلاص، يبقى هنا انا كده عملت سامبلينج بس ما فيش راندوم element. يبقى الراندومنس بتاع السيستماتيك سامبلينج ممكن يتم باختيار الستارتنج بوينت راندوملي، لكن هو مش هيبقى عمره سيمبل راندوم سامبل، لان انا دايما لو اخترت ده فانا مرتبط باللي بعديه ب 3 و6 و9 و12 وهكذا. لو اخترت ده يبقى مرتبط باللي بعديه، يعني هنا انا كاني عندي 3 جروبز زي ما كان فوق هنا عندي 3 صفوف، بقى عندي هنا الناس اللي على بعد 3 من اول واحد، الناس اللي على بعد 3 من تاني واحد لو الكيب 3 يعني، والناس اللي على بعد 3 من تالت واحد. فبقى كأن عندي 3 جروبس، وانا يا اما بختار الجروب الاولاني او التاني او التالت. فهو ممكن يبقى راندم ممكن ما يبقاش راندم اصلا لو احنا بنختار بايدينا من كل 3 نختار واحد بايدنا، او بنختار دايما الاولاني او التاني او التالت واللي بعديه بتلاتات. يعني انا اللي بختار الستارتنج بوينت، فانا لما اخترت الستارتنج بوينت قررت ايه اللي وراها وهكذا. برضو من المصطلحات المهم انكم تعرفوها الكونفينينس سامبلينج. convenience sampling يعني الحاجة المتاحة، إن أنا بختار السامبل من البوبيوليشن الناس اللي هم حواليا، أصحابي، الناس اللي ساكنين حواليا. لو أنا بجمع بعمل سيرفي لطلبة جامعة، فالناس اللي معايا في الدفعة خلاص، الناس اللي قريبين مني اللي أنا لما هسألهم هيعملوا لي. فهنا ال convenience sampling معناها إن أنا جمعت سامبل، هو مش هيبقى راندم بقى، هيبقى أنا متحيز للناس اللي ايه اللي في الاطار المريح ليا. زي مثلا هنا من شباك عايزه تجمع معلومات عن راي الناس في الديس بينالتي او عقوبه الاعدام، فبدل ما تنزل مثلا وتلف في حيز كبير، الكونفينينت بالنسبه لها ان هي لو فتحت من الشباك كده وواحد ماشي تحت تساله وتقول تدون الاجابه اللي هو هيقولها، فتبقى في الاخر جمعت سامبل من رأي الناس، من رأي البوبيوليشن المهتمة بيه
عن حاجة معينة وتقدر تبقى عندها داتا من الـ convenience sampling ده، لكن طبعا ده مش هيبقى good image لأي population يعني. لكن أنا لو يعني لو ما عنديش طريقة إن أجمع sample غير بالطريقة دي، طبعا أحيانا بيبقى أصلا غصب عننا إن في داتا مش متاحة غالية، بيبقى حاجات صعب إنك تجمع داتا فيها، فنبقى بس حريصين إننا إيه عارفين إن طالما الداتا اتجمعت بالطريقة ديت ففي احتمال إنها ما تبقاش معبرة عن البوبوليشن الأوسع. بس الهدف إن أنا أبقى فاهم يعني إيه convenient sampling، عشان لو حد إداني داتا وكان أمين وكتب فيها حاجات منها إن في جزء من الداتا متجمع بالشكل ده، أقدر أحط ده في اعتباري وأشوف ينفع أشتغل بيها ولا لأ. طيب في نوعين مهمين برضو من السامبلينج او طريقتين اسمهم ستراتيفايد وكلاستر سامبلينج، وهم برضو من الحاجات المهمة في المحاضرة ديت، بالإضافة ان احنا نفهم بالظبط معنى السيمبل راندوم سامبل، ان حضراتكم تكونوا فاهمين الفرق بين الطريقتين دول، لان هم فيهم تشابه شوية ان احنا بنجمع بنقسم البوبوليشن لسام جروبس سب جروبس، فالستراتيفايد ده بيقسم لما يسمى ستريتا او سب جروب. مثال ان انا خايف يكون في فرق، انا مثلا بقيس حاجة معينة فعايز السامبل بتاعي يبقى معبر عن البوبوليشن بشكل ما، لو خايف ان مثلا يكون الرجالة غير الستات في الحاجة اللي انا بجمعها ديت، فممكن يبقى اقسم البوبوليشن لتو جروبس، جروب الرجال وجروب النساء، وابتدي بعد كده من كل جروب منهم اجمع سامبل بطريقة ممكن تبقى راندم او مش راندم. فهنا هو هنا بيشرح لنا ان ده ممكن يساعد، احنا محتاجين ده علشان نتغلب على حاجة اسمها الكونفاوندنج اللي هنشرحها دلوقتي، هنشرحها بعد شوية يعني في اخر المحاضرة. لكن هنا الفكرة كلها ان انا وانا بجمع السامبل قررت ان انا ما اخدش، يعني هنا كان عايز ياخد ستة، فهو خايف ممكن ان احنا ناخدهم بشكل ما يكونوا الستة رجالة او الستة ستات، فقال لا انا هاخد ستة بوينتس او ستة ممبرز للسامبل بتاعي، فهختار ثلاثة من الرجال وثلاثة من الستات. هدفه هنا ان هو ايه متوقع ان ممكن يكون الجندر له تأثير على الحاجة اللي بيقيسها او بيحسبها او بيقدرها، فهو عايز يبقى ضامن ان السامبل بتاعته فيها من التو جروبس بقدر متساوي، او مش لازم يكون النص بالنص يعني، ممكن انا اقسم اقول المين هاخد من المين 40% ومن الستات 60% مثلا، حسب انا تقديري للبوبوليشن الدنيا متقسمه فيه ازاي. لو انا عندي بوبوليشن معين مهتم بيه وفي صبيان اكتر من البنات، فمنطقي ان انا لو هعمل استراتيفيه سامبلنج كده هختار عدد بوينتس من الجروب الاكبر السايز او عدد الممبرز فيه اكبر بنفس النسبة مقارنة بالجروب الثاني. خلاص، فدي طريقة اسمها الاستراتيفايد سامبلينج، يعني أنا الأول قسمت الجروب وبعدين من كل جروب اخترت جزء من السامبل بتاعي بطريقة ممكن تبقى طريقة عشوائية أو سيستماتيك أو كونفينينس أو أي طريقة من الطرق التانية، يعني جوه كل جروب أنا ممكن أستخدم أي طريقة سامبلينج أنا عايزها، غالبا هنستخدم سام راندومنس يعني زي السيمبل راندوم سامبل جوه كل جروب منهم. تمام، الحاجه الاخيره او النوع الثاني من السامبلنج المرتبط بالاستراتيفايد او اللي شبهه هو الكلاستر. ايه هو الكلاستر سامبل ده؟ الكلاستر سامبل ده بالظبط كده زي اللي احنا شفناه في الاكزامبل ده، لما كانت المدرسه بتختار صف على بعضه فهي كانها قسمت الفصل لثلاثه كلاسترز ثلاثه جروبس، الصف الاول وان جروب، الصف الثاني سكند جروب، الصف الثالث ثيرد جروب، وبعدين كل بعد ما قسمت لكلاسترز بشكل عشوائي او بطريقه ما اختارت واحد او اكتر من الكلاسترز دول يبقى هو السامبل، فبتاخد الكلاستر على بعضه. احنا هنا في الاستراتيفايد قسمنا لجروبس بس خدنا شويه من كل جروب، ما اخترناش جروب، يعني لو انا كده قلت ايه انا المينا هو دي الويمن، نص الناس من ونص الناس ومن، وانا هختار يا اما المن كلهم يا اما الومن كلهم، ده يبقى اسمه كلاستر، ان انا خدت حاجه يعني الصفات بتاعتها متجانسه بشكل ما. خلاص، ف يعني لهدف معين، فانا ممكن اقول هنا ايه، هنا مثال
ان هو قسم البوبوليشن لكلاسترز، يعني ده حي من الاحياء في بلد وانا مهتم ان انا اروح، افترض ان كل واحد من دول شارع من الشوارع بتاعت المنطقة ديت، فانا عندي 32 كلاستر يمثل 32 حتة جزء يعني، او حيز ضيق كأنه شارع مثلا، وكل البيوت اللي في الشارع ديت موجودة في الايه، في الكلاستر ده. فهنا جه قال انا اخترت، مش عارف، قسمنا البوبوليشن لسام كلاسترز وبعدين هنختار كلاستر على بعضه، تمام. فانا جيت هنا خدت الكلاستر نمرة 5 ده، الشارع ده همشي على كل البيوت اللي فيه وهجمع داتا عن كل البيوت ديت، الكلاستر رقم 16 الشارع رقم 16 ده همشي عليه كله. فانا اخترت الاول راندوملي من ال 32 دول، هختار 3، ممكن اختار 10 و21 و31 مثلا، 3 و14 و19. فهو هنا اختار 5 و16 و28، ممكن يختارهم بشكل عشوائي، بس بعد ما اختارهم هياخد كل الممبرز اللي في الكلاستر ده في السامبل. فالسامبل في الاخر بقى مكون من كل الناس اللي في الكلاستر 5 وكل الممبرز اللي في كلاستر 16 وكل الممبرز اللي في كلاستر 28، خلاص. ويبتدي بقى لو هو مثلا هنا بيقول احنا عندنا نعمل دراسة عن الفوترز هيختاروا مين في الانتخابات، فانا مش هقعد بقى الف على كل البيوت، فاخترنا عندنا 3 موظفين او 3 اشخاص هيلموا الداتا ديت، فهختار لكل واحد فيهم شارع بشكل عشوائي من المنطقة، وهو هيلف على كل بيوت الشارع وبعدين يرجع لي بالنتائج بتاعته. فهو بيبقى الميزة الكبيرة للكلاستر ده ان احنا بيبقى practically available، بدل ما انا اقعد امشي على كل المناطق خلاص، ممكن يبقى انا الكونفينينت بالنسبة لي او الحاجة الاسهل ليا ان انا اجمع. بس طبعا سواء الكلاستر او الاستراتيفايد ده، تمام، احنا هنا ممكن نبقى خرجنا من الشرط بتاع السيمبل راندوم سامبل. يبقى انا هنا لو اخترته كلاستر كده يبقى انا عارف ان هو مش سيمبل راندوم سامبل. ليه؟ لان انا ما اقدرش اختار واحد ممبر من الكلاستر 5 مع ممبر من كلاستر 6، مع انا هختار دايما كل الناس اللي في واحد او كل الناس اللي في اتنين او كل الناس اللي في تلاتة وهكذا. فهي راندوم لكن نوت سيمبل راندوم سامبل. طيب انا هرجع تاني للموضوع الاستراتيفايد ده، لان هو هنا كان بيقول لي ايه، كان يعني استخدم مصطلح برضو مهم ان احنا نفهمه اللي هو اسمه الكونفاوندنج. كونفاوندنج يعني زي خلط الفاكتورز المختلفة. تعالوا نشوف الاكزامبل ده، في مثلا برضو من الكتاب بروفيسور عايز يتست، هو هيفرض على الطلبة بتوعه بوليسي جديدة أو سياسة جديدة للغياب والحضور. فكأن هو في بداية الترم مثلا قال لهم خلوا بالكم كل واحد هيغيب مرة هينقص درجة. طيب هو بعد كده عايز يشوف هل الطلبة اتأثروا، ويعني هل حضور الطلبة زاد نتيجة خوفهم من البوليسي دي ولا ما كانتش مؤثرة. فممكن يقارن كشوف الحضور والغياب في نهاية السمستر ده مع ان هو كان بيدرس لهم مثلا مادة تانية، او كان بيدرس السنة اللي فاتت نفس المادة للدفعة اللي قبلهم، ويبدأ يقارن يشوف هل مثلا الغياب والحضور هنا غير هنا ولا لا. فلو لقى ان الناس بتحضر اكتر نتيجة في الترم اللي هو موجود فيه ده لما فرض الشرط ده، ممكن يتوقع ان ده ان حصل تحسن في نسبة الحضور نتيجة البوليسي اللي هو عملها، خلاص. فده كده لو عملنا comparison لل attendance data بتاعت two different groups of students أو في سنتين ورا بعض أو كده، ممكن نستنتج إن تحسن حضور الطلبة أو قلة غيابهم هو ناتج من البوليسي دي. طيب هو بيقول لا، ده كده ده مثال لحاجة اسمها الكونفاوندنج أو الخلط، إن الفاكتورز المؤثرة على حاجة أنا بقيسها تدخلت، وانا ما عنديش يعني قدرة ان انا افصل الفاكتورز دي عن بعض. فهنا بيقول ان ممكن يكون في اسباب تانية، يعني ممكن هو يكون ادى المادة دي سنتين ورا بعض، فلما قارن الاتندنس هنا كان احسن من السنة اللي فاتت، بس الاسباب تانية، يعني ممكن في السنة اللي فاتت كان في ويزر كونديشن سيئة وامطار كتير وسنو وحاجات كده خلاص، فما بقاش
فالطلبة ما كانتش قادرة تحضر في أوقات كتير نتيجة العوامل الأخرى ديت اللي غير الاتندنس بوليسي اللي هو فرضها السنة دي. فيبقى هنا بنقول إن الإفكت بتاع الاتندنس بوليسي والإفكت بتاع حالة الطقس أو الويذر كونفاوندد، يعني اختلطوا ببعض، دخلوا في بعضهم يعني. طيب فهنا دي تيجي النقطة اللي احنا بدأنا بيها في أول المحاضرة، إن في أهمية للإكسبيرمنت ديزاين، إزاي نصمم أو نبلان الإكسبيرمنت بتاعتنا. هو عايز يشوف، هو كده هيبقى ده إكسبيرمنت مش ستادي، مش أوبزرفيشنال ستادي، لأن هو جه في بداية السمستر وأعلن للطلبة الأتندنس بوليسي دي اللي هو عايز يدرس تأثيرها. فيبقى أنا كده كأني بحاول أموديفاي الطلبة، التريتمنت اللي أنا بعمله على الطلبة اللي هم بياخدوا المادة بتاعة البروفيسور ديت، كانت هي إن هو أعلن عليهم الأتندنس بوليسي وحاول يأثر على نسبة حضورهم بإنه قال لهم البوليسي دي وهيشوف هتأثر فيهم ولا لأ. خلاص، فإزاي نزيل تأثير الكونفاوندنج ده؟ إن إحنا لو إحنا خايفين إن يكون في اختلاط بين الأتندنس بوليسي والويزر، يبقى لازم أحيد أو أعزل تأثير الويزر ده. فيبقى لازم يبقى الاتندنس بوليسي ديت اقارنها باتندنس في نفس التايم في نفس السمستر. فممكن ان انا ادرس اقسم الناس اللي بديهم دولت على تو جروبس، يعني ادي المحاضره او الكلاس ده لتو جروبس في نفس السمستر خلاص، وفي نفس الايام ورا بعض مثلا خلاص، واطبق البوليسي على جروب منهم وما اطبقوش على الجروب التانيه. فيبقى انا كده لو الجروب، لو جروب منهم الاتندنس، الجروب الاولاني ده الاتندنس بتاعته احسن من التاني، هبقى واثق ان ده مش نتيجه الظروف الجويه، لان هم الاوقات بتاعه التو كلاسز في نفس الايام، فالظروف الويذر كونديشنز على التو جروبس موجوده متساويه يعني. خلاص، لو انا ممكن يبقى الاتندنس بوليسي كونفاوندد مع مستوى ان في طلبه في كلاس الطلبه اللي فيه اشطر او اكثر حرصا على الحضور اصلا بطبعهم من كلاس تاني، فيبقى لازم يكون برضو مستوى الطلبه متقارب. يعني لازم واحنا عايزين ندرس تاثير حاجه على حاجه زي الاتندنس بوليسي على الاكشوال اتندنس، نشوف ايه المصادر بتاعه الكونفاوندنج اللي ممكن تبوظ او تخدعنا بنتائج مش واقعيه، علشان لما تطلع لنا ريزلتس في الاخر نقدر بقدر من الثقه نقول ان ده نتيجه الاتندنس بوليسي. فنفكر ايه هي العوامل زي الويزر والحاجات دي، ونفكر ازاي نصمم الاكسبيرمنت بتاعتنا بحيث ان احنا يبقى عندنا مثلا تو جروبس خلاص، ويبقى كل الحاجات تقريبا متساويه ما عدا الحاجه اللي احنا بندرس تاثيرها. فده من المصطلحات او المفاهيم المهمه جدا في الديزاين اوف اكسبيرمنتس وفي تقييمنا والكريتيكال ثينكينج اللي بنعمله علشان نقيم جودة الداتا الموجودة في استادي معينة وصحة الانتربريتيشن او ترجمة الريزلتس بتاعة الاستادي ديت. مثال تاني للكونفاوندنج هنختتم بيه المحاضرة ديت، اللي هو برضو من الكتاب، ان واحد كان عايز يدرس تأثير فيرتيلايزر او نوع معين من السماد على ويت، يعني كأن بيزرعوا شجر وعايزين الشجر ده يكبر لان بياخدوا الخشب بتاعه، فله فايده اقتصاديه يعني. فبيبتدي الناس بتوع الزراعه يدرسوا ازاي نسرع نمو الشجر ده ونكبر حجمه والكلام ده، احد الحاجات استخدام السماد. فهنا بيقول الراجل ده كان عايز يختار شويه مجموعه من الشجر ويعمل لهم يستخدم الفيرتيلايزر ده عليهم. فمثلا هو كان قريب من بيته قطعة أرض فيها ست شجرات كده، أم إيه قرر إن هو عشان ده قريب من بيته هيعمل فيرتيلايزيشن. ده كده مثال مثال لكونفينينت سامبلينج، إن أنا اخترت القريب من بيتي. طيب إيه خطر ده؟ إن أنا هنا ما ممكن يحصل خلط، إن في أماكن تانية فيها شجر أنا هقارن بيهم، بقى هشوف تأثير الويت هنا بالشجر التاني اللي موجود في تربة تانية في ظروف جوية تانية، هنا في أمطار أكتر، هنا الشمس أكتر، التربة هنا جافة وهنا يعني شوية ما هياش جافة وكده. فالأفضل إن إحنا مش هينفع إن إحنا نختار الجروب بتاعنا اللي إحنا بنطبق عليه التريتمنت كله هنا، لأن هبقى confounded بعوامل جوية زي درجة الحرارة
ودرجة والرطوبة بتاعة الجو ورطوبة التربة نفسها وضوء الشمس والكلام ده. فهنا قال علشان نعزل الكونفاوندنج ده احنا عندنا هنا كأن في تو جروبس، ده شبه الاستراتيفايد، ان انا قسمت التريز بتاعتي اللي انا مهتم بيها لدراي ومويست، وخدت شوية شجر من هنا وشوية شجر من هنا، فانا عارف ان تأثير الشمس والحاجات ده كله انا دلوقتي عزلته وحيدته، وبقى الحاجة المختلفة بين الجروب اللي انا عملت له سماد والجروب التاني هو الفيرتيلايزر ده، فاقدر ان انا اثق في الريزلتس اللي هتطلع لي من التجربة دي. بكده احنا نبقى غطينا اهم الحاجات اللي موجودة في شابتر 1 في الكتاب، وان شاء الله في المحاضرة الجاية هنبدأ الشابتر الجديد.